بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو لغرض التعليم على كيفية التعامل مع الجوجل كلاس روم. طبعا احنا سابقا نزلنا فيديو عن كيفية إنشاء جيميل للطالب وكذلك الأستاذ لازم عنده جيميل. إذا صار عندك جيميل فراح الجوجل تنطيك الكثير الكثير من الأدوات اللي واحد من عندها جوجل كلاس روم. هذا جوجل كلاس روم اللي راح هو موضوع درسنا هسه، وأيضا أكو بعض الأشياء راح تجينا أيضا راح نستخدمها. طبعا أنا سويت هذا الكلاس تجريبي سميته، فإذا تريد تسوي لك كلاس ببساطة تروح منها تطلع هسه هاي القواعد مال الكلاسات اللي عندك، وتروح إلى الهوم يعني وتضغط على هذه الزائد. الزائد طبعا يطلع خيار، يعني يا إما أنت تريد تلتحق بكلاس معين يعني كطالب، يا اما انت تسوي لك كلاس يعني كاستاذ. فاحنا هسه خلينا نسوي لنا كلاس هسه مثلا هذه، ندوس كونتينيو ونملي المعلومات الاساسيه. على سبيل المثال هسه هذا تجريبي 2 مثلا نسميه، ونملي السكشن مالته الموضوع والى اخره. مثلا على سبيل المثال الموضوع هو الرياضيات، وعلى سبيل المثال الخامس الأحيائي. وندوس هاي الكرييت، فشوية وقت تحمل ويطلع لنا هذا الكلاس. زين، هسه شلون أضيف ناس للطلاب، يعني شلون أضيفهم؟ أكو الإضافة طبعا بطريقتين. الطريقة الأولى أنه هذا الكود نعطيهم إياه، يعني نعطيهم هذا الكود. إذا أدوس على هذا المربع يكبر. هسه أي إنسان أي طالب عنده هذا الكود يقدر يدخل. شلون يدخل؟ ببساطة أيضا احنا شلون قبل شوية دخلنا منها. طبعا الطالب أيضا عنده جوجل كلاس، أول مرة عنده جيميل، بعدين عنده يدخل على الكلاس روم يعني، وأيضا يضغط على هذه كطالب، ومو كرييت كلاس وإنما جوين كلاس كطالب. هسه أنا كطالب، وراح الكود هذا هنا، ويضغط بعدين على هذه جوين، راح يكون هو طالب في هذا الكلاس. هاي طريقة. الطريقة الثانية لا، انه الاستاذ نفسه هو يضيف، هو الاستاذ يضيف. راح ادخل مثلا على هذا التجريب 2 واروح الى people، اروح الى people واجي اضيف. طبعا اقدر اضيف زميل الي استاذ وياي بالدرس، واقدر اضيف طالب من انا اضيف طالب. فالطالب اللي اضيفه مثلا هسه هذه ينطيني، طبعا الطالب ينطيني ايميله على سبيل المثال. إذا قرأ يعني هذا الإيميل موجود، وإذا خطأ فما يطلع. على سبيل المثال هسه هذا أشرف، وأدوس invite، أدوس invite، راح تجي إلى هذا الشخص، راح يجي إيميل. طبعا لاحظ لون هيك يصير واحد، فراح يجي إيميل. إذا داس رابط يعني يجي على الإيميل، راح يجي رابط. إذا داس عليه راح يكون طالب من ضمن الكلاس مالتنا. طبعا هو كطالب تطلع عنده هيك، ويضغط على هذه جوين والانضمام، وراح يلقى نفسه في احد اعضاء الكلاس. واحنا اللون مالته الباهي يتحول الى هيج لون. طبعا احنا تعلمنا انه الطالب لازم يكتب اسمه الحقيقي ويحط صورته، وايضا نشرنا فيديو حول هذا الموضوع. هنا التبديلات اللي عندنا people هسه هذه كلاس ورك وستريم وجريدز. طبعا الستريم هنا أنا اقدر انشر للطلاب مثلا موعد الامتحان اليومي، اي شيء، موعد الامتحان اليومي سيكون يوم كذا وكذا، يوم مثلا 22/2/21 على سبيل المثال، او اي شيء اخر. اعلن للطلاب على الاشياء اللي موجودة، و هذا ده ادوس بوست. الطلبة طبعا الطلبة هنا يجيهم، لاحظ هذا هاي الصفحة مال الطالب. رأسا اجى لي اشعار بين هذا، وطبعا هو يقدر يجاوب، يقدر يجاوب هنا مثلا اي شيء اخر يكتب.
languages هذه. طبعا في البداية تطلع عدة تعليمات. يقدر الطالب، وإذا نروح هسه للواجهة مال الأستاذ أيضا راح تطلع عدة الردود، راح تطلع عدة الردود هنا. زين، هاي بالنسبة للواجهة الرئيسية ستريم. بالنسبة للكلاس وورك، كلاس وورك أقدر أسوي امتحان وأقدر أسوي واجب بيتي، هاي الأيقونة كرييت، وأقدر هنا أنا تطلع لي مجموعة من الخيارات. على سبيل المثال راح أسوي أنطيهم واجب بيتي، أنطيهم واجب بيتي وشوف شنو اللي يصير. هاي المعلومات أبليها مثلا واجب تمرين صفحة 20 على سبيل المثال، صاد 20، وأشوف إيش هنا الوصف. مثلا نذكر لهم الفرديات فقط، وأنطي أنطي مثلا الدرجة اللي عليها هذا الواجب، مثلا نسويها 10، وأنطي الموعد اللي ينغلق به الواجب. هسه راح تطلع إشعار عند الطالب ويطلع عنده خيار بحيث يقدر يحمل الواجب هذا إلي، فأقدر أنطي آخر موعد على سبيل المثال، آخر موعد خلينا نقول فد يومين أنطيهم، فأقدر أنطي ساعة أيضا، مثلا الساعة بالعاشرة ضبط أي أم صبح. هسه هذا راح ينتهي هذا بهذا التاريخ بهذا الوقت، وأدوس الساين. الساين إذا دست الساين هسه راح يروح الإشعار للطلاب. طبعا الطالب يروح لمن؟ إلى الواجب الدراسي، يروح لهنا أنا. يجي إشعار طبعا على الإيميل، يجي إشعار هنا على جوجل كلاس، ونلاحظ أنه إجى لي هذا، فيشوف شنو لها عرض المهمة الدراسية، ولاحظ أنه تعليمات دائما تطلع له. فطبعا هو راح يحل الواجب ويرفع لي هذه من خلال هاي الأيقونة. لاحظ هاي الواجهة عربي وذيك الواجهة إنجليزي حسب المتصفح، حسب أنت الخيارات مالتك تقدر تحوله. وهذا هنا يجوز هذه ويحمل الواجب مالته. لاحظ الواجب مين راح ياخذه من الملف على سبيل المثال، يصوره أول مرة بالموبايل مالته، وإذا يجوز هاي الملف تطلع عنده. هذه إذا واجب. إذا امتحان، إحنا الهدف الرئيسي امتحان. قبل أروح للامتحان هسه نعيد سريع شوية، الستريم تنطي معلومات أو إشعارات للطلبة، مثل هسه هذا واجب بيتي طبعا أيضا طلع بالستريم. لاحظ هذا أيضا طلع بالستريم، وهذا أيضا انطيناه، وأيضا تباوع الردود مال الطلبة. زين، هذا وين؟ بالستريم. كلاس وورك هسه قلنا ممكن أنه ننشئ امتحان أو ننشئ واجب بيتي. أنشأنا إحنا واجب بيتي، وهسه راح نرجع لها ونسوي امتحان. people الناس اللي هم تضيفهم أنت، أو ممكن حتى تحذفهم أو تدز له إيميل، أو كثير من إيميل ستودنت مثلا، أو مثلا هنا أكشن، شوف هذه أشر على سبيل المثال هذا الشخص وتطلع الإيميل، أو ريموف أو ميوت، يعني اللي هي أحلمون ألغي الإشعارات مالته. وأما جريدز فهي بعد أنه نمتحن ونعطيهم درجات، فتطلع درجاتهم هنا، كل طالب تطلع عند الدرجة. على سبيل المثال هسه هذا الواجب من يكمل يطلع عندي، مثلا أقدر أني أنطي هسه مثلا على سبيل المثال 5 من 10. زين، وتبقى هاي الدرجة هنا تطلع القائمة. طبعا هسه احنا عندنا بس طالب واحد، لو أكثر من طالب يطلعون. إذا نرجع للكلاس وورك وشلون نسوي إنشاء امتحان، نريد ننشئ امتحان. طبعا إنشاء الامتحان عن طريق جوجل فورم، ويجب أن يكون من داخل الجوجل كلاس، نسوي جوجل فورم اللي هسه راح نشوفه، لكن يجب أن يكون من جوجل كلاس. ليش؟ لأنه على مود نضمن أنه هذا الامتحان يروح لطلبتنا، ما يروح إلى شخص غريب، ما يجي شخص غريب يمتحن مجرد يلقى الرابط يمتحن، لأنه إذا على الرابط يقدر أي واحد يدخل. إذا نروح إلى كرييت وكويز أسايمنت، امتحان يومي أو يعني شهري امتحان يعني، وندوس عليه وتطلع لنا هاي الخيارات. زين، هسه شلون راح نسوي امتحان؟ هنا التايتل خلينا نقول نكتب عليه امتحان، امتحان يومي على سبيل المثال، امتحان شهري. ونجي هنا
نجحنا ننشئ الامتحان من هاي من هاي. زين ايضا نعيد كتابة امتحان امتحان يومي على سبيل المثال 25/2/2021. زين هسه شنو اللي اجي؟ هسه اجي شلون اسوي الامتحان؟ اجي لهنا اول مرة طبعا الحقل الاول يجب ان يكون اسم الطالب حتى اعرف الاسم، الاسم الكامل، المعلومات الاساسية للطالب لازم تكون بالبداية. زين احط ريكوايرمنت هذي على مود الطالب ما ينسى اسمه، الفورم ما راح يرسل الا اذا كتب اسمه. زين اجي الى هذه دبليكيت او اجي الى هذه زائد نفس الشيء، اجي الى هذه ايش راح اكتب بها؟ راح اكتب بها الشعبة. لاحظ انه الاسم شورت انسر اجابة قصيرة نوعيتها، اما الشعبة فمو شورت انسر وانما راح نخليها خيارات. هاي هذه خيارات، شو الخيارات حتى بعد مثلا هنا نكتب حق شعبة A شعبة B، ولاحظ انه هو يفتح من كيف شعبة C شعبة D. خلصنا من هذا. زين وايضا required وايضا اسوي هذه duplicate. واجي هسه المان اجي للاسئله، اجي اكتب الاسئله على سبيل المثال السؤال الاول خلي يكون فراغات املا او نخليه خيارات، اختار الاجابه الصحيحه. طبعا عندي خيارين، يا اما اكتب السؤال هنا انا اكتبه مثلا كم عدد الكذا والكذا. زين او احط صورة، هذه الصورة خل اسويها ارتب، اذا صورة ارتب هسه راح اسوي لي صورة. فعلى سبيل المثال هسه سويت لي سؤال بالبيت، بالبيت كم عدد العناصر المتتابعة الهندسية، خلينا نرقم هسه هذا السؤال الفقرة الاولى بهذا السؤال، طبعا هاي متابعة هندسية سؤال يعني على التعيين، فهذا السؤال سويته بالبيت واجي اسحبه من الجوجل فورم. اسحبه شلون؟ من خلال هاي الايقونه، لاحظ هاي الايقونه، واجي براوز و الى بالحاسبه او بالموبايل طبعا عادي، واروح اجيبه. طبعا خلي انا على سبيل المثال تحميل ويجي هنا، لاحظ يجي هنا. زين هسه طبعا هنا الخيارات خلنا نخليها مناسبة، نخليها اي سمول اي عفوا اي بي هاي سي سي وهاي دي، واقدر اخلي لها درجة. لاحظ اقدر اخلي درجة، بس افضل انه الدرجة مو هسه، تخليها درجة بعدين، لانه اذا حطينا درجة هسه مو مشكلة. اوكي نحط درجة، خلي نحط درجة عادي، نحط مثلا من درجتين، لكن ما نحط الإجابة الصحيحة. نقدر نقول يا بالإجابة الصحيحة هي دي وندوس هذه دان. إذا سوينا هي الشغلة راح الطالب من يجاوب ورا ما يدز الأسئلة يطلع على الإجابة الصحيحة، فممكن أنه يشارك مع زملائه ويقول لهم يا با ترى أنا دزيت الإجابة دي وطلع الصحيحة، فنلغيها ما نخلي الإجابة هسه صحيحة هيك، وندوس هذه دان راح تطلع بس الدرجة عند الطالب. يعني هسه هذه لو اسوي لها معاينة، اروح لهاي العين صورة العين هذه اسوي لها معاينة هيج راح تطلع عند الطالب. امتحان الاسم هنا أنا لاحظ الشعبة يختارها هو، لاحظ مثلا الشعبة وهاي الاجابة من الاجابة الصحيحة هنا أنا، ويدوس سبت. طبعا احنا لحد الان سؤال واحد حطينا 2 بوينتس، لاحظ درجتين. نضيف بعد اسئلة اخرى على سبيل المثال ايضا نضيف بعد سؤال، هذه ندوس على هذه الايقونه او اتفقنا الدبليكيت هذه يسوي لي وحده مثل هذا مود نفس الكلام، فنضيف هذه ونضيف مثلا سؤال اخر عن طريق صوره عن طريق هذه اخرى مثال اخر يعني سؤال اخر العفو. احنا الصراحه ما راح نكمل على نفس الترتيب، راح نسوي سؤال اخر اعتبر هذا كملنا السؤال، سوينا خمس فقرات مثلا، راح اغير النمط مال السؤال بان اسوي فراغات هالمره، الفراغات شورت انسر شورت انسر. زين واقول يا بس سين 2
الشعر الثاني املأ الفراغات. وايضا انا حر احط الصورة، لاحظ طبعا الصورة هي نفسها القديمة طلعت عندنا اللي نسويناها لها دوبليكيت نسخ يعني، او امسحها واكتب الكتابة هنا واخلي لها فراغات. طبعا هنا انا شورت انسر، لاحظ نسويها شورت انسر، والصورة مثلا خلينا نغيرها. فسويت لي هيك سؤال مثلا، طبعا يجب ان يكون السؤال بحيث الطالب عنده مجال يكتب. هسه هذه الاجابة مالته يعني سطر واحد، واجي هنا اسحبها من داخل نفس الايقونة، اجي اسحبها وتجي عندي هذا السؤال. وعند الطالب لاحظ شلون تطلع عند الطالب، نروح الى هاي البريفيو، هاي السؤال الماضي خيارات، هذا املا الفراغات، اذكر انواع الدول اللوغاريتمية، واذكر هنا الاجابة لوغاريتمات العشرية، لوغاريتمات الطبيعية الى اخره. اقدر املي ومن خلص يدو السبت، لاحظ انا هم اخذ الدرجتين. من الانواع الاخرى اللي اقدر اسويها بالاضافة الى الفراغات والاجابة، اختر الإجابة، وطبعا صح وخطأ، أيضا صح وخطأ هم اختر الإجابة، لكن بيها بس ترو فولس، صائبة وخاطئة بس. الأنواع الأخرى هي كالآتي، خل أسوي دوبليكيت وأجي أشوف شنو الأنواع الأخرى. باراجراف كتابة لكن أكثر، مو سطر واحد يعني. ملتي شورت أنسر ذكرناها، ملتي تشويس ذكرناها، أو خيارات. أعتقد هنا دروب داون ليست، ممكن أنه الطالب يختار واحدة من عندهن، تطلع قائمة ونختار من عندها. لكن المهم اللي نريده هو هذا فايل ابلود. فايل ابلود، هذا الفايل ابلود شنو؟ الفايل ابلود طبعا اول مرة تطلع رسالة تحذيرية، انقل له كونتينيو استمر، ويطلع عندي السؤال مثلا اللي اريد اكتبه، ويخلي لي خيار امام الطالب انه يقدر بعد انه يحل بالورقة والقلم عنده ويصور بالموبايل، يقدر يرفع لي. هسه راح نشوف. قبل لا هذه هنا أنا إذا تريد تحدد أنواع معينة من الملفات خليها ما محددة، عدد الفايلات لا تخليها واحد، لا تخليها واحد، سويها مثلا خمسة، لأنه أحيانا الإجابة ما تكفي فالطالب يصور عدة صور. وماكسيموم سايز 10 ميجا، أيضا كبرها شوية، سويها 100، حتى الطالب قد، لأنه طلاب الدقة مالته عالية مال الكاميرا مالته، فخلنا نخليها 100. واجي هسه خل اكتب سؤال، ايضا السؤال خل نسويه بنفس الطريقة، فارفع السؤال بنفس الطريقة. لاحظ هذا السؤال، فالطالب شلون يطلع عنده، نروح للمعاينة، هاي المعاينة، والطالب يطلع عنده هيج هذا السؤال، لاحظ يطلع عنده هيج من يحل ويكمل، حله بورقة وقلم عنده يعني، ويكتب اسمه على الورقة ايضا، أكد عليهم أنه يكتب اسمه على الورقة، يدوس هاي الأيقونة Add File ويفتح ويودي يعني للموبايل مالته، وممكن أنه تطلع صورة الكاميرا وتطلع ترتيبات بحيث يقدر يرفع الملف بكل سهولة. طبعا هسا احنا من خلصنا، هل الامتحان ظهر أمام الطلاب؟ الجواب لا. شو وقت يظهر أمام الطلاب؟ اذا دسنا، اذا رجعنا هسه جوجل كلاس، نرجع هسه هذا الامتحان خلصت من عنده، شو مليونير امتحان كامل على سبيل المثال، زين اسئلة كاملة، ونرجع للجوجل كلاس مالتنا، هذه للجوجل كلاس، ونكمل نجي اول مرة، هذا اول مرة نحدد الطلاب، ايش كم طالب نريد؟ احنا عندنا طالب واحد، قد نحدد مثلا طلاب معينين، مثلا نخلي اكثر من نسخة من الاسئلة، ونخلي مثلا نرسل هذا الى طلاب من 1 الى 10، ومن 10 الى 20 نسخة اخرى، وهكذا. او هسه احنا راح نعين الكل، طبعا تعرف شلون، اذا هسه هذا ما راح يروح الطالب هذا، واذا ناشر عليه يروح. زين من كم درجة على سبيل المثال، خلينا نخليه من 20، ووقت الامتحان يمشي، ننطي وقت للامتحان بحيث بالدقيقة الفلانية، بالساعة الفلانية، بالتاريخ الفلاني، هذا ينسد الفور، بعد الطالب ما يقدر يرسل الإجابة، فننطي وقت، هذا منا ننطي وقت معين، ما ندرس له هسه طبعا، نرسله في بداية وقت الامتحان، في بداية وقت الامتحان، وننطي فد نص ساعة، ساعة،
ومن نخلص ندوس assign، من نرسل دسنا هاي الاساين راح يروح للطلاب. لاحظ الواجهة مال الطالب طلعت عنده اشحار يدخل عليه وامتحان اليومي هذا وينفتح له، لاحظ ينفتح له هذا الواجهة يجي الاجابة مالته. خلينا نجاوب الله الاسم الكامل، مثلا نكتب الاسم والشعبة على سبيل المثال اي، اختر الاجابة الصحيحة، خلينا نقول الاجابة هي بي، اختارها الطالب، اذكر انواع الدواء اللوغاريتمية مثلا العشرية الطبيعية، هذه اجابة الطالب. وبعدين خلينا نقول هنا يجاوب على هذا السؤال، فرضا هاي الاجابة مالته، فيجي هو راح يضغط هاي تلاحظ بالعربي هذه ويختار، شوف يعني وين خالدنا هذا الإجابة ويدوس تحميل هذه. هسه من يكمل راح يدوس إرسال، كمل المعلومات كاملة ويدوس إرسال. خلينا نشوف شنو اللي راح يصير عندي. طبعا نسينا شغلة واحدة، احنا قبل لا نرسل الامتحان هنا يعني بالواجهة هاي مال التصميم، لاحظ جاني ريسبونس واحد، نحدد عدد الإجابة بين واحد، ليميت تو واحد ريسبوند سيف، حتى الطالب لا يرسل أكثر من مرة. على كل مو مهم هذه، لكن نقدر نحدد أنه الطالب حتى لا يرسل أكثر من مرة. فهسه هاي واجهة مال الأستاذ، جاني ريسبونس واحد، أجي هذا الريسبونس وأشوف شنو اللي شاف، هذا اسم الطالب اللي جاني هذا وشعبته هذه، وأجي أشوف أشيك الإجابة مالته أصحح له. هسه أجي أصحح له، هو مجاوب بي والبي طبعا خطأ، فطبعا إذا أريد أصحح أروح هنا الكويشن أو هذه individual وأجي أتصفح وطلع واحد واحد. هسه مثلا هذا الشعبة هذه الإجابة مالته هو مجاوب بي والبي هي إجابة خطأ، هذه أيضا أقدر الإجابة لاحظ بي أكتب عليها خطأ وأقدر أعطي سيف، لاحظ أعطي درجة وأتابع السؤال اللي بعده يطلب مني أن يحفظ الإجابة خطأ طبعا صفر، وأقول له سيف وأنتقل للإجابة اللي بعدها، وهكذا لما أكمل العشرية والطبيعية الإجابة صحيحة، وأنتقل الإجابة اللي بعدها السؤال اللي بعده طبعا هنا راح ينفتح هذا وأشوف أشيكه وأيضا أعطيه درجة، أعطيه درجة أقدر أكتبها يدوي مثلا من اثنين وأقول له سيف، وهذا الطالب تطلع عند الدرجة مالته كاملة. لاحظ حصل هو 4 من 6 درجات، 4 من 6، احنا ما حددنا الدرجات بشكل صحيح، مفروض من 10 او من 100 او الى اخره، فحالين هاي الدرجة مالته. طبعا بالنسبة للفراغات اقدر اصحح بطريقة ابسط من هاي بهواية، اقدر من ورا ما كملنا الامتحان، ورا ما كملنا الامتحان اجي ارجع للتصميم وانطي الاجابة الصحيحة، انطي بالتصميم هذه الإجابة الصحيحة، هو الجوجل من كيفه، الجوجل كلاس من كيفه راح يحدد لي، يعني راح يصحح لي هو من كيفه. هسه مثلا هذا الإجابة الصحيحة هي دي، فأجي هاي سويناها احنا بالبداية، فأحدد الإجابة الصحيحة دي وأجي لدن، وأجي للسؤال اللي بعده أيضا أحدد الإجابة الصحيحة وهكذا. طبعا هذا ما يتحدد الإجابة الصحيحة لأن تقرأ يدوي. فهسه لو اجي response summary راح يحدد لي بان الطالب اللي مجاوب، طبعا هذا يحدد لي انه هذا خطأ، لو مجاوب صحيح تطلع خضرة، وعموما هو يحسب لي الدرجة من كيفه. واذا اروح لجريد انطي الدرجة مالته، ايش قد صارت الدرجة مالته، طبعا هنا محددين من 20، خلينا نقول للستة صارت 12، راح تنحفظ بيه هنا. طبعا عند الطالب بما انه حددت الاجابه الصحيحه فراح تشيلها، طلعت هاي البي خطا، اجابته الاختيار بي هو خطا،
الإجابة الصحيحة هي دي. هذه بعد أن حددنا الإجابة، لذلك لازم ما نحدد الإجابة الصحيحة إلا بعد نهاية الامتحان، حتى لا يشارك هاي المعلومة مع زملائه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.